مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم اخترت تحلية تاع طرطولات. تحضير هذه الوصفة نحتاج المقادير التالية. انا هنا راح نستعمل كمية قليلة، درك نعطيكم الكمية الكبيرة. 125 غرام زبدة، نصف كاس سكر، بيضة، ملعقة فاني، ورشة تاع خميرة، وفارينة. هذه هي المقادير كاملة. هنا انا غيرت في الوصفة، حبيت نستعمل السكر الناعم باش ما تعبناش في التحريك بزاف. هنا درت ملعقة ونصف زبدة معها ملعقة تاع سكر ناعم. انا ما نحبش الطرطولات تكون حلوة بزاف لانه الكريمة تاعنا حلوة. السكر الناعم نفضله على السكر العادي لانه فيه الحبيبات ويبدا يتعبنا في الخفق. السكر الناعم مباشره نحرك نلقى الزبده تاعي وجدت هي وياه. نضيف هنا نصف بيضه، نضيف معاها ملعقة فاني، نضيفو الفارينة تكون مغربلة. هنا راح نضيف رشة تاع خميرة. نبدأ نحرك حتى تلم العجينة تاعي. أنا كملت لميت العجينة تاعي بالفارينة، نخلوها طرية ونجيبو سنيوات تاعنا تاع الطرطولات. تحبوا الحجم هذا، وكاين الحجم هذا تاع الصغير، وكاين اللي اصغر منه. انا هنا اخترت متوسطين. نهزوا العجينه تاعنا، ونحط في السنيوه تاعي ونطلع. انا نكمل كامل السنيوات بنفس الطريقه، نضغط فقط مع الاطراف والزائد نحو هكذا. واعملوا حسابكم انها ما فيهاش الخميره بزاف، ما تطلعش. لازم نضغط على الحواف باش تخرج لي النقش هذا. هاو شكلها كيفاه يكون. انا نكمل كامل حبات بنفس الطريقه. انا كملت كامل السنيوات تاعي، وبقت لي شويه عجينه درتها في هذه الطرطولات الصغيره. فقط كملاحظه، كي تشريو السنيوات هذوما تاع الطرطولات ويكونوا جدد، حطوهم مباشره في الفور يسخنوا ويعاودوا يخرجوا يبردوا باش تعاودوا تبداو تطيبوا فيهم العجينه تاعكم تاع الطرطولات. انا درك نحط العجينه تاعي تاع الطرطولات الطيب ونرجو نكملوا باقي الوصفه. الطرطولات تاعي طابت، لازم تحصلوا هكذا على الشكل هذا، فيها تكون محمره ما تكونش لونها ابيض. الان انا اخترت معجون فراوله، نحطوا طبقه فيها. ونوزعها على كامل. نديروا الكريمه هذه، انا دايرتها في البوش، انا خدمتها قبل في الوصفه في القناه، اضغطوا على الرابط هنا درك تلقاوها. ونبدا انا نكمل كامل حبات. وكلمسه اخيره نزينوا بالفروي، على الفروي اللي عندك في المنزل. انا نكمل كامل الحبات تاعي، ندير لهم الكريمه وندير من الفروي، ونتلاقاو في الشكل النهائي. الطرطولات تاعي وجدت، زينتها بلي فروي تاعي. واش كاين عندك في المنزل؟ انا هنا استعملت كرموس، عنب، تفاح، وجاز، وبنان، وزينت بحبه تاع سوريت. نتمنى انها تعجبكم وتبارطاجيوها مع لي زامي تاعكم. ماذا بكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس
باه كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.